موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كبير. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال ابن كثير رحمه الله، قال الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده عن الحارث ابن مالك الأنصاري، في بعض الروايات سموه حارثة، أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، يعني قمت بالليل وصمت بالنهار، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، يعني يتصارخون. فقال: يا حارث، عرفت فلسفة ثلاثة. قلنا أنه إسناد ضعيف من طرقه المختلفة، وإن كان فيه من المعاني الجميلة التي فيها إرشاد إلى كيفية تحقيق الخوف والرجاء، وهي استحضار مشاهد القيامة وعظمة الرب سبحانه وتعالى فوق عرشه، واستحضار النظر إلى أهل الجنة وأهل النار كأنه يراهما. وهذه الثلاثة مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسائر أركان الإيمان يعني كذلك: كأنه يشاهد العرش، كأنه يشاهد الجنة، كأنه يشاهد النار وأهلهما. فهذا هو الطريق، لا شك في صحة هذا المعنى. أما الغرابة فيه، أو يمكن أن يقال النكارة، أن يقول عبد عن نفسه: أصبحت مؤمنا حقا، فقد قال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم. إلا لو قصد اليقين فيحتمل، لكن ليس هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم في أن يقول العبد عن نفسه: أنا مؤمن حقا. فالهدي السلف من الصحابة فمن بعدهم أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأن العبد لا يدري أقصر في حق الله سبحانه وتعالى أم لا. وما منا من بني آدم إلا خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذا كان كل يعني أهل السنة القائلين
القائلون بأن الإيمان قول وعمل، القائلين بأن الإيمان قول وعمل، يصححون أن يقول العبد إن أنا مؤمن إن شاء الله. وورد عن ابن مسعود أنه قال: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. يقصد بذلك أنه كفر النعمة وليس كفرا، النقل عن الملة، لأنه لم ينسب النعمة، نعمة الإيمان وهي أجل نعمة، إلى الله، وهو الذي قال: وما بكم من نعمة فمن الله. الله أعلى وأعلم. وقال عمرو بن مرة في قوله: أولئك هم المؤمنون حقا، إنما أنزل القرآن بلسان العرب، كقولك فلان سيد حقا وفي القوم سادة، وفلان تاجر حقا وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا وفي القوم شعراء. كأنه يقصد رحمه الله أن أولئك المؤمنون حقا لا ينفي الإيمان عمن لم يبلغ هذه الصفات، ولكن يكون إيمانا ناقصا. والذين لهم المغفرة والأجر الدرجات، والمغفرة والأجر العظيم، الأجر الكريم، هم الذين حققوا الإيمان، أي أتوا على حقيقته الواجبة على الأقل. فما ذكر الله من هذه الصفات في هذه الآية يدل على وجوبها، لأن الله جعل الإيمان حقا فيها. أما من نقص من ذلك شيئا فهو مؤمن ناقص الإيمان، فيكون مؤمنا فاسقا إذا كان مرتكبا للكبيرة، وأما إذا كان مرتكبا للصغائر فيقال مؤمن ناقص الإيمان، ويصح أن يقال في الكل مؤمن ناقص الإيمان حتى في مرتكب الكبيرة، لأن معه أصل الإيمان الذي ينجو به من الخلود في النار، وإن لم ينجو من دخولها ابتداء، وإنما ينجو من دخولها ابتداء الذين حققوا هذه الأوصاف. كيف وقد ذكرت أوصاف أخرى للمؤمنين غير هذه الأوصاف، كما في أول سورة المؤمنون، وفي سورة المعارج، وفي خاتمة سورة الفرقان، فيها أوصاف أكثر من ذلك. نقول هذه أوصاف متلازمة، فمن وجل قلبه عند ذكر الله عز وجل كان حافظا لفرجه، كان مؤتيا للزكاة، كان معرضا عن اللغو وهكذا، كان متجنبا لقتل النفوس، ومتجنبا للزنا، ومتجنبا للشرك، وكان إذا ذكر بآيات ربه لم يخر عليها صما وعميانا، كان ممن يعني يبيت ليله ساجدا وقائما وهكذا. فهناك الصفات خصوصا احتمال أعمال القلوب تجعل العبد يأتي بالأعمال الظاهرة يوفقه الله عز وجل لها فعلا بفعل الواجبات والمستحبات، وتركا بترك المحرمات والمكروهات. والناس يتفاوتون بعد الواجب في منازل الإيمان بفعل المستحبات وترك المكروهات. الله أعلم. قال: وقوله لهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات، كما قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ومغفرة، أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات.
قال الضحاك في قوله لهم درجات عند ربهم، قال أهل الجنة بعضهم فوق بعض، ويرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. الرواية الأخرى لتفاضل ما بينه. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم، فقال بلى والذي نفسي بيده، يعني ينالها غيرهم، بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. كما أن أهل الأرض إذا رأوا النجوم، يعني لم يروا إذا كانوا في حال كريمة، لم يروا أنهم في حاجة إلى الصعود إلى النجوم، فهذا يدل على أنه شعور وليس عدم رؤية. هذا الحديث يدل على أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف، أو يتراءون أهل عليين، كما يتراءى الناس النجم البعيد الغابر البعيد في الأفق في أفق من آفاق السماء، هذا أبعد ما يكون. فأهل الجنة يرون أهل عليين في منازل عالية كأبعد ما بين الأرض والنجوم، سبحان الله. وهذا يدل على أنهم يرونهم وإن لم يشعروا بالنقص، لأنهم لا يرون ما عندهم من النعيم، وإن رأوا ذلك عليهم في يوم الجمعة في سوق الجمعة إذا اجتمعوا ينقلبون، وقد صاروا في الهيئة التي يحبون، والله أعلى وأعلم. قال وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأهل السنن وهو حديث صحيح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، يعني هما يستحقان ذلك وهما نعم الرجلان، والله أعلى وأعلم. أنا قلت أنه حديث صحيح، أنا أخطأت في جزئه الثاني لأنه من رواية عطية العوفي، أما الجزء الأول اللي هو إن أهل الجنة لا ترون أهل الدرجات العلى فهذا الثابت في الصحيحين، إن أبا بكر وعمر منهما هو الذي ضعفه الشيخ الألباني وغير واحد لضعف عطية العوفي. قولوا قولي هذا واستغفر الله.